صحة شريتك وكيف مستمعيك مزفين. يعطيك الصحة سيريزا. دونك آخر تحذيرات الفريق سيريزا قبل مواجهة الكوكب المراكشي المغربي. آخر التحذيرات طبعا هي بداية مرحلة جديدة, مرحلة جديدة في كأس الكاف تنطلق في دوري المجموعات. أنا فريق مراكش انطلقنا اليوم بالتمارين بطبع خفة كانت أولى بعد التتويج متاع البطولة, ثم غدا ستليها إن شاء الله تنقل بعد الزوال إلى مراكش. عند الوصول سيكون هناك حصة ثانية إلى جانب يوم الخميس حصة ثالثة في ميدان المباراة لتكون مباراة كما كنت حكمتي يوم الجمعة. لكن الجانب الهام هو التركيز خاصة بعد اللقب اللي تحصلنا عليه, ضرورة أنه نكون فاعلين في مباراة أولى تعتبر الخطوة أو البداية في مشوار أو في أوبجكتيف جديد اللي هو كأس الكاف. سيريزا بالنسبة للمنافس النجم الساحلي الكوكب المراكشي المغربي كانت تعطينا عليه فكرة. طبعا الفريق كوكب مراكش هو فريق أنهى الموسم في ذيل الترتيب, هذا واضح وجلي, لكن هو فريق أولا وبذات يمتاز بإمكانيات لبس بها الميدان. أكبر دليل هو الميدان اللي احتضن نهائي كأس العالم بايرن ميونخ رجاء. ثانيا الفرق المغربية بصفة عامة ومراكش بصفة خاصة يعتمد كثير على الهجمات السريعة في بعض الأحيان بطريقة نوعا ما سويسيدات, وهذا تعتبر يجب نأخذ بعين الاعتبار الجانب هذا. صحيح هناك بعض الخلل الدفاعي في الفريق هذا اللي وجب استغلاله, لكن تعرفوا مليح لما الفرق تلعب ضد أبطال كما النجم الساحلي يكون التحفيز تاعها كبير, وتحاول أنها بكل الطرق تبرز إمكانياتها في مباراة كما هيك. دونك الحذر واجب, لكن ماشيين إن شاء الله المراكش حتى نخطى خطوة لبس بها في المجموعات والرجوع بثلاث نقاط. خلينا على الأقل في المباراة الثانية أمام الرباط اللي هو الفريق صاحب اللقب كما النجم الساحلي في تونس نكونوا عنا سبق في الجولة الثانية. بالنسبة للإفكتيف سيريزا على ذمة الإطار الفني للنجم الساحلي. طبعا ما يخفاكمش أنه عنا 23 لاعب على مستوى القائمة الإفريقية كلهم على ذمة الإطار الفني ما عدا زوز لاعبين اللي هما طبعا زياد بوغطاس وكذلك العكيشي نظرا للعقوبات التدريبية مش باش يكونوا موجودين مع المجموعة. بقية المجموعة الكل على ذمة الإطار الفني إن شاء الله يكونوا على مستوى تمثيل النجم الساحلي في هذا الدور الأول من المجموعات.